إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية لجميع المشاهدين اللي كشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العرائش. كما قالوا الإخوان عبر التعليقات، ثمن مناسب، أثمنة مناسبة وفي متناول الجميع، والكل غادي يضحي إن شاء الله، وكل شيء غادي يعيد إن شاء الله هذا العام. تبارك الله الخير موجود. إذا نشوفوا كما كتشاهدوا مباشره من مدينه العرائش الحولي عفوا في المتناول ديال الجميع، اثمنه متناسبه كما قال لي في الكواليس ان كل واحد والثمن ديالو. نخليكم مع التصريحات ديالو، وكنتمنى من الجميع انهم يبارطاجيو. بغينا نشجعوا هاد الناس هادو وكنحييهم لانهم ضربن الطريق، ضربن كيلومترات باش يوصلوا لينا الخرفان باش نعيدوا حنا. السلام عليكم. مرحبا بك. الله يبارك فيك. من اين المنطقه؟ حنا من تيم حديد، حنا الجماعه ديال تيم حديد عمالات افران. افران؟ اييه حنا من افران، لا ريجيون ديال افران. واخا جيتوا هنا باش تبيعوا الحوالي؟ حنا كل عام كنجيو لهنا، هذه المده ديال 11 عام. عندنا الحمد لله عندنا كليان وعندنا ثمن مناسب، والناس كيتشكاو من الغلا وهذا، ما كاين لا غلا لا والو، الحمد لله الامور غاديه مزيان. كما قلتي اثمنه في المتناول اثمنه واثمنه راه كاين اثمنه راه باديه لنا من 900 درهم حتى ل 2200 درهم، علاش ما كاينش شي فرق بالنسبه لهذا مزيان. انا غادي نوريك ديال 900 درهم ونوريك ديال هذا. راه اجي راه جا عمر، خذ لي هذا، خذ لي هذا، جيب هذاك، يعني كل واحد كل حاجه وثمنها. وان 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 جيب لي هذا، هذاك نخرجو، هذا كنطلبوا فيه 1100 1200 900 درهم نبيعوه. هذا كنطلبوا فيه 1100 درهم 1200 900 درهم كنبيعوه. فينا هو دابا الغلا؟ معاون على الدرويش؟ لا الحمد لله معاونين معاهم، حنا ماشي بياعه وشرايه ولا كما كيقولوا لنا الشناقه ولا سميتهم الشناقه، حنا راه كسابه، وهذا الشيء راه ولاد الكسيبه راه ما شاريينش وضاربين عليه تماره من اللي كيطيح، وحنا غاديين معاه الحمد لله بالدواء ديالو بالمسائل ديالو، وهذا الشيء دايز في لانوك، رحنا في لانوك في الجمعيه ديال التربيه ديال المواشي. قربوا نشوفوا جيبوا الناس كيسولوا كيقولوا لكم تبارك الله عليكم. كيشوفوا كيشاهدوا هذا العام هذا كاين الغلاء، والناس كامل كتشكى من الغلاء، ولكن الحمد لله باقي الناس بهذا الخير اللي كيقنعوا بالقليل وكيبيعوا. هذا اللي باغي يعيد وكاين عاوتاني الحواله الكبار اللي على حساب العين ديالو، لان كيقولوا لك الناس المسكين ما غايعيدش، المسكين يجي عندي يعيد. هذا هو اللي كاين. كاين رجع راه لي هذا سي عمر، راه لي هذا تبارك الله قاطع ديال العام، زياده ديال رمضان ديال العام الفات، كنطلبوا فيه 1900 38000 ريال ديالنا. واش هذا دابا تبارك الله ماشي عيد؟ يعني كل حاجه والثمن ديالها، كل حاجه والثمن ديالها. وكما كنقول لك وكنعاود نقولها لك، حنا راه ماشي بيع وشراء. الناس اللي كيمشيو كيلقاو الغلا راه كيمشيو عند الشناقه، هو راه شاري وكيعاود البيع، ضروري خاصو يدي 100 او 200 درهم معاك. حنا راه ماشي شناقه، حنا راه معروفين ماشي شناقه، حنا بيع وشراء. واخا غادي نهضروا دابا على المعاناه ديالكم قبل ما تجيبوا هذا الشيء هذا كيفاش جبتوه كيفاش علفتوه كيفاش وكلتوه المصاريف ديالكم؟ العلف الماكله راه كياكل في الغابه، الناس راه كيمشيو يشريو الشيح كيشريو الزعتر، حنا راه كنرعيو فيه الكسيبه. من ناحيه ديال العلف، العلف هذا العام كلينا فيه العصا لان تضرب الثمن ديال العلف الله يكون في العوال، وكل عام راه حنا كنعلفوا والتبن راه كيوصلنا بواحد الثمن قاصح والله يكون في العوان. ولكن حنا هذا الامتياز هذا اللي كيكون عندنا اننا ما شاريينش، اللي ولداتنا النعجه هو اللي كنجيبوه ديالنا. هذا هو الامتياز اللي كاين عندنا بالنسبه لهذا الحلي ديالنا. ومن ناحيه ديال الدواء كاين عندنا طبيب ديال لانوق متبع معنا، وفوق من هذا الشيء راه كنداويو حتى بالاعشاب، 50 حتى 60% كنداويوها بالاعشاب، باش كانوا كيداوونا والدينا وكيداووا الكسيبه. عاد دابا ملي دخلنا لانوك عاودوا من زمان وانتم كديروا القضيه ديال الكسيبه. لا حنا هذا الشيء شوف ابان عن جد، حنا ما غنعرفوش نديروا شي حاجه وما عندنا حتى شي مهنه. الكسيبه هذه هي الحرفه ديالنا. واخا نهضروا على واحد القضيه اللي كيهضروا عليها الناس، ان كاينه بعض ماشي نقولوا الخسابه ولكن الشناقيه اللي كيشبروا الابره وكيضربوا بالحولي باش يكبر باش يسبان. شوف كاينه الابره وكاين العلف ديال الدجاج وكاينه امور اخرى ما نبغيش نخرج بها، لان هذاك الشيء خاص الدوله هي اللي تراقبه ماشي انا. بالنسبه لنا حنا، انت دابا فاش دخلتي شميتي شي ريحه ديال شي علف، الشهاده ديالك انت واش شميتي شي ريحه؟ الحمد لله ما كاين لا هذا. وحنا راه كنعلفوا على دور العام، والبلاد عندنا افران راه كلشي كيعرفوا، حنا راه كنوصلوا حتى الدخله ديال القصر. يعني ما كتخليو حتى ما كنخليو، حنا روح حال كنتسموا، حنا روح حال كل منطقه وكيفاش كنوصلوا. يعني هذه هي الحرفه ديالكم. هذا حنا شوف، حنا جدودنا ولا والدينا ولا ولادنا ما كاين حتى شي حاجه. ها الولد ديالي انا معايا، ها الولد ديالي ما يعرف يدير حتى شي حاجه، دور الكاميرا ديالو. ايوا ما عندناش مشكل، راه ولدي هذاك. واخا ساره ورينا الحواله ورينا المسائل. شوف راه كيباركوا لك ويقولوا لك اللهم يسر. هذا راه مبيوع ب 1800 درهم، هذا مبيوع ب 2000 درهم، هذا مبيوع ب 1500 درهم، 30000 ريال ديالنا 1500 درهم. هذا مبيوع ب 1400 درهم. ايوا دابا انا دابا لو كان كنت شاري راه ولا بد غندير 200 او 300 درهم ديالي. علاش الناس ما يختاروش يمشيو للكساب ماشي للحرايفي؟ لا، يمشي للكساب، لان هذاك الكساب عارف المرقد ديالو وعارف الماكله ديالو وعارف شكون هو هذاك الحلي. حنا راه قربنا نهضروا مع هاد الحواله، حنا راه قربنا غنتذاكروا معاهم، تفهمنا؟ يعني انا غادي نمشي، غادي انا غنتقلد بواحد الحاجه راه ما غنتقلدش بها. ساليت الحلي ديالي غنمشي في حالي للبلاد. هذا هو اللي كاين باش ما نبقاوش نطولوا الهضره. هادو كسيبه ديالنا، لا من ناحيه ديال الثمن ولا من ناحيه ديال الجوده ولا من ناحيه ديال لانوك. الطبيب راه مدوز عليهم 4 ديال المرات هاد الكتيبه كامله. يعني ديهم عينهم غامضه. حنا راه شوف، حنا كنبيعو وجهنا احمر، والتليفون اللي عطينا اكثر من 11 العام هو اللي باقيه، ديك النمره باقيه لحد الساعه. هذه هي الكناعه. كيتصلوا بيا الناس على دور السنه، والناس راها الحبابه هذا، والناس مهليين فينا وكيتهلاو فينا والامور غاديه. شنو هي الرساله ديالك كما كنقولوا الشناقه؟ يعني الناس كتشكى من هربوا من الشناقه، لان هذاك اللي عنده الديفو كيبيعوا للشناق باش ما كيتحملش المسؤوليه. الهضره ديال المعقول انا راه كنقولها لهم، هربوا من الشناق. شتي اللي ما شميتيش فيه ريحه الكسيبه بعد منه. حنا راه كنعسوا معاهم وناكلوا معاهم ونعسوا معاهم وناكلوا معاهم وبردات. الحمد لله. هذا هو اللي غادي نقول لك انا بالنسبه لنا. الشناق راه ما كيعرفش حتى يشد الحولي. حنا راه انا راه الحواله هادو كاملين عارف النعجه اللي والده والنهار فاش والد فاش خلا، هادشي ما عندناش فيه المشكل. حنا راه ولاد الكسيبه ماشي يولي عطا الله. هذا استاذ شنو كتبغي تقول الرساله ديالك للمواطنين؟ ما نبغيهمش يتشمتوا وما نبغيهم. شوف، وحتى واحد القضيه قرب لعندي، حتى هكا غتشم الحلي واش كاينه فيه الريحه ديال الحوت ديال السيكاليم ولا لا. هذا حيوان نباتي، باش غتردوا الف صعيب، غيولي يبدا يسمن بالليل وبالنهار وغتكون السمنه المفرطه. وهذاك الشخص اللي غياكلو غيلوح الكبده ديالو ويلوح المراره وكيشم فيه ريحه خايبه، يعني هذا الحل اللي غادي يتلاح. وهذا هو اللي كاين. ها الناس دابا هاد الناس هادو كيتقداو من عندنا. يا قدام الخروف ديال الخروف اليوم داو ذبحوا. دابا هذه شهاده جايه صدفه، هذه صدفه، هذه راه صدفه، هذه راه صدفه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بك. السلام. الله يبارك فيك. انا الان عبر المباشر لقناه شوف تي في جينا عند الاخ هذا لان عنده اثمنه مناسبه، وقال بانه عنده ناس كليان ديالو من زمان وباقي كيتواصلوا معنا. الحمد لله صدفه خير، لقيناك دابا تواصل معنا تعطينا كلمه بحق السيد هذا. واش تبغي تقول المواطن؟ شكرا. فعلا حنا نيت صبحنا من الزبناء ديالو اللي دينا منهم العام الاولين، دينا من عنده العام اللي فات، وهذا العام ثاني دينا من عنده، وبهذه الصدفه دينا جوج بالظرفيه. انا جاو عندنا شي عائله وداك الشيء، قلنا نذبحوا واحد مسبق، ذبحناه اليوم. وفعلا الجزار اللي هو حرفي اللي هو اللي ذبحوا لنا شكرو، قال لك نقي من جميع الميادين ديالو، يعني المعده ديالو، الكبده ديالو، الريه، ديك الكرشه، كله نقي، عجبو مزيان بزاف. وهذا راه حرفي، جزار حرفي، وزعما بصراحه عجبته. قال لي هذه الكسيبه منين؟ قلت له ودي هاد الناس من طم حضيض تندوم عندهم كل سنه. قال لي بصراحه راه حاجه جيده، وفعلا جيده، والثمن كان مناسب. فعلا الثمن كان مناسب بالنسبه لهاد الناس اللي شرينا من عندهم مقارنه بجهه اخرى، الثمن كان مناسب. وشكرا. انت كل عام كتجي مع هذا السيد هذا؟ هذه مده تندوم من عنده. ما هذا الراس ديال طم حضيض قديم، تندوم عنده مده زعما بصراحه 4 أو 6 سنين هو كيعمل. اييه تندوم عندهم دائما بصراحه، تندوم عندهم بدون شك، تندوم عينين مغمضين. من ناحيه الجوده ما نناقشوش، يعني دائما عندهم داك الشيء نقي بصراحه. اللحمه ديالو طريه بنينه مزيانه، ثمن مناسب، الناس يتعاملوا بصراحه. حتى البشاشه في البيع ديالهم تتلقى واحد الترحاب، واحد السهوله، واحد الطريقه ديال البيع اللي يعني مقبوله، يعني ناس مقبولين. ويعني واخا يقول لك واحد الثمن تقول لي ثمن ما يتقلقش ما والو، تيمشي معك تدريجيا حتى تنتني توصل الثمن اللي تقدر تفهم انت وياه ويقبل هو وتقبل انت وتتشري. يعني هذه هي الطريقه ديال البيع، وتنشجعوهم تنشكرهم مهما ان تتحركوا من واحد المكان بعيد ويجيو حتى لعندنا هنا. هذا راه خير كبير وواحد البادره مهمه بزاف بصراحه لهاد الناس هادو، وتنشكروه وتنشكروكم انتم اللي تعاونونا في هاد القضيه ديال هذا. وانا نيت راه في ميدان الفلاحه في فرنسا وعارف الشيء هذا. شكرا. شكرا. نعم. رجل الحواله. كيسولوا الحولي واللي حاطوا راه ديالو اغلبيه هما الحواله. دابا هذا راه شوف حنا دابا مباشره تورينا الحواله كيفاش منها نوصلوا للناس كيفاش يقلبوا الحواله. اييه كيفاش يعرفوا الحواله. شوف اجي انا غادي نعطيكم المشاهد كامل هاد القضيه ديال اللي غادي نقول راه ما مزياناش للشناق، هادي راه ما مزياناش للشناق. انا غادي نعطيكم سر المهنه، هادي راه ما مزياناش للشناق. خذ لي واحد في الحواله. هذا هو الخروف. شوف جيب لي واحد، اختار واحد كيما بغا يكون. الله يخليك تقرب لعندي. شوف هادي كتسمى التقليبه، واش دير العظام ولا لا. هنا التقليبه ديال الديل، هادي التقليبه ديال الديل. بالنسبه للصفا انا كنقولها للمشاهدين، زيد لعندي، زيد لعندي، زيد لهنا لهنا، توري لي العين ديالو. شوف هاد العين ديالو، هادي قرب لعندي هنا، هاد العين ديالو كتكون صافيه بحال هذا دابا المراره ديالو مزيانه، الكبده ديالو مزيانه، الماء ما كاينش عنده في القلب، يعني هذا حلي صافي 100%. ملي كيكون عنده واحد الخط هنا وهذاك الخط كيكون زرق وكيكون واسع، هذاك راه الريه فيه، عنده التهاب في القصبه الهوائيه. ملي كتكون واحد الخطعه عاود دايز هكا بالعرض، عنده الكبده فيها كيتسمى الفيستول، الكبده ديالو ما تاكلهاش، هذاك لوح الكبده لوح الريه ديالو. انا عطيتكم الدواء ديال كيفاش كتلقاو القلب مريض وكيفاش كتلقاو المراره، لان راه المراره كتلعب دور كبير. واللي لقى المراره عنده في الحولي، هذاك الحولي انا كنصحو ما ياكلوش، لان راه واكل السيكاليم، السيكاليم فيه الماده ديال الدجاج. هذه مساله كتبقى هذاك اللي غادي يبيع التقليد على رقبته، هذه كتولي مساله الضمير. تفهمنا ولا لا؟ وهذا الشيء هو اللي كاين. شكرا بزاف اخويا. خذ سمحنا. اذا لازلنا متابعين الاوفياء ديال قناه شوف تي في عبر المباشر مباشره من الحولي، وكما كتشاهدوا مباشره الحولي لا غلى على مسكين كما قال. نهضروا على العلف. نهضروا على العلف. ها انتم بالنسبه للعلف مزيان باش ما تقطعش حتى هذه القضيه. لا زيد 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 هذه راه نسينا، انا كنت فكرت باش غادي نهضروا عليها. زيد دخل معايا بعدا غادي نرجعوا لواحد، لا زيد زيد بعدا لهنا عندي زيد. غنرجعوا لواحد النقطه كنت انا قلتها لكم، قلت لكم اننا حنا كناكلوا مع الحولي ونعسوا مع الحولي. ها البلاصه ديالي فين كنعس مباشره، ها هي البلاصه، ها القميله. هاد الناس هادو الله يكثر خيرهم راه جابوا لنا يوميا كيتعاملوا معنا، جابوا لنا الغدا الله يكثر خيرهم، ما كنشريو لا ماكله لا والو غير الكليان الله يكثر خيرهم. هذه كنشكرهم من هذا المنبر. بالنسبه للمرحله الثانيه غادي ندوزو. ها نتوما حنا كنعلفوا الذرا حبوب. سير سير بابا سير. هذا دابا راه موالف معايا ملي كان صغير، هذا يتيم كان كبرته بالرضاعه، هذا دابا راه ما غيتفرقش معايا. شوف ها الذرا حبوب، وغنزيدو نوريو لكم. ها انت هذا الذرا مطحون، حنا راه كنخدمو غير الحبوب. هذا الذرا مطحون. شوف هذا الشعير، فتحنا عمر شي وحده ديال الشعير والنخاله. هذا هو العلف ديالنا: الشعير، النخاله، الذرة. الشعير حبوب، الذرة حبوب، النخاله. هذا هو اللي كاين. هذا الشعير، لا هذا الشعير. زيد 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 باش تفهم. هذا الشعير. شي حاجه انت دابا دخلتي شميتي شي سيكاليم، اجي تزيد هذا باش تشوف المحل الثاني. لا الخير موجود. هذا عاوتاني الغليظ. الغليظ الناس اللي كيبغيو عاوتاني هذا والغلظ وعائله كبيره، وهذا هذا الغليظ. ها انتم تبارك الله. هادو صافي تما تما. هذا هذا المحل هذا دايروا عاوتاني الناس اللي شويه ميسرين، هذا كيبغيو شي حاجه غليظه. انت تبارك الله شوف الحليه. ها انت ها المعيز ديال الدار، ماشي شارينهم، المعيز ديال الدار ما كاين لا عرف لا والو، راعي راعي في البلوط والشيح والزعتر. اجي انت لهنا اجي. ها انتم شتي هذا راه كبر معانا، هذا راه كبر معانا، راه عندي واحد الوليد رضع هو وياه هذا. اي والله يعطى الله. هذا المحل دايرينو كبير يعني دا مقسمينو. هذا دابا بحال دابا هذاك الحولي راه مبيوع ب 2400 درهم. هذا وكذلك كاع هادو اللي مرشومين بالزرق الفوق هذا مبيوع، هادو تبارك الله. هذا 2500 درهم هاك. هذا اخويا كنطلبوا فيها 2500 درهم، يعني 250 الف فرنك. 250 الف تبارك الله. هذا مخير ومازال يعني الشاري 250 الف فرنك في اول سميتو، يعني هذا ديالو مازال يعني نتعاودوا مع بنادم في الثمن يديه 230 الف فرانك، 220 240 الف فرانك، يعني كل حاجه والثمن ديالها. واخا كيعمل السوق يا عمر خويا السوق دابا عندنا اللي هي في البلاد كاين الثمن، مثلا بحال هادو كاينين الثمن 2000 درهم 220 الف فرانك، يعني الجماله فهمتي. وهنا عاوتاني كنبيعوا تقريبا بنفس الثمن اللي كاين اللي هي في البلاد، يعني راه ما كاينش شي فرق بزاف. دابا غير الناس كيطلقوا الاشاعات، يعني كاين مول الحولي راه كيغلي الثمن، يعني راه هذا الشيء راه فيه المصاريف اخويا بزاف. راه العام كامل وحنا كنعلفوا فيهم، والسرحه ديالهم يعني الثمره ديالهم صعيبه شويه الصراحه. راه غير ولفنا حنا هذه المهنه هذه، ما يعني ما لقينا لهاش البديل. وما راه شتي هذا الشيء، هذا راه فيه المصاريف وفيه الثمره، والله الا جيتي تحسب هذا الشيء يعني راه يتقام عليك الخروف، يعني من الصغر ديالو يتقام عليك ب 2000 درهم. انا كساب اخويا كنربيهم من الصغر ديالهم، وعندي الكسيبه ديالي في الدار، وعندي يعني كنربيهم من الصغر ديالهم، وكنعلفهم على يدي وكنديوهم على يدي يعني. وعندنا الطبيب اللي كيتبع هذا الشيء هذا ديال الجمعيه لانوك منخرطين فيها، يعني هذا الشيء ديال الكسيبه ديالي، وماشي يعني شاري انا كمثلا سميتو مثلا انا بيع شراي ولا الشناق كما كيقولوا هنا الشناقه، مشيت شريت باش نجي نطمع ندي 200 درهم او لا 300 درهم. هذا الشيء كنتعاملوا مع الناس الكليان دياولي وكيديو الجوده والحاجه نقيه فيها العلف نقي فيها. دابا الحلي لا بغيتي مثلا تعطيه الحلي العلف يكون نقي راه كيتقام غالي، يعني الذره دايره 4 دراهم الكيلو، دايره 5 دراهم، دايره 3 دراهم، يعني الشعير دايره 3 دراهم، النخاله دايره 2 دراهم، 2 ونص، متى سميتو التبن داير 30 درهم، داير 20 درهم، 25 درهم. وانتم كيعمروا كتعملوا البلاد كامله هنايا، كتقوموا المده كامله خارجين، يعني من غدا الكره ديالكم باش تبيعوا هاد الاغنام، ومن بعد قبل العيد واش كترجعوا قبل العيد ولا كترجعوا نهار العيد؟ خويا كنمشيو الناس الكليان اللي كيشريو من عندنا كنديروا معاهم يومين قبل العيد، يجيو يديو المسائل ديالهم. باش حيت حنا راه عندنا الطريق راه بعيده، خصنا نمشيو نهار قبل العيد، كنشدو في الصباح اما بالليل، يعني الصباح العيد كنكونوا تما. هذا هو المده. نعم خويا كلمه الاخيره، يعني الناس ما يتصنتوش الاشاعات بزاف، يعني بحال كاين اللي كتلقوا اشاعات في الفيسبوك في هذا الشيء، راه كنطلعوا حنا على هذا الشيء هذا، يعني كيقولوا باللي راه الناس الفلاحه كيطلبوا الغلاله في الحولي، الناس كنشجعوهم باش الا بغى اللي بغى الجوده وبغى حاجه مزيانه راه دايره الثمن، كاين 250 لتحت، يعني حاجه مزيانه فيها الثمن، ماشي داك الثمن كما كيعطيو لها قيمه بزاف، ما كاين الرخامه كاين الثمن، يعني راه كنتهاودوا مع الانسان الثمن مناسب، لا ضر لا ضرار لا لينا حنا ولا المواطن. هذه هي الرساله اللي كنطلب اللي كنوصل للمواطنين واللي كيشوفونا. شكرا. لا شكرا على واجب.